يا شيخ ابي بكر عمر يقوم بتجهيز مدفع جهنم استهداف موعد الضيف مقر القيادة اللهم سدر هذه هي القذيفة عبارة عن جرة غاز تجهيز القذيفة قبل المشاهدين وتركيب الصاعقة اللهم أصل هدفهم يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والشيخين أبي بكر وعمر ومن الآن تجهيز القذيفة اللهم أصل هدفهم يا رب العالمين اللهم أصل هدفهم فعبد مراسي جرى يا رب يا الله الله شوي يصير هنا خلاص اقرب لك اقرب لك حط لي حط لي بس خلاص شيش عمل هنا كنت روح لها الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر شيخين أبي بكر عمر يقوم باستهداف مقر القيادة يا الله بسم الله الله أكبر خلينا نبلغ المجاهدين خفقوا في حد الشباب جوا